السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، أنا شيكو من قناة شيكو للتجميل وكل ما يخص المرأة. فيديو النهاردة إن شاء الله يا بنات عن علاج سواد المناطق الداكنة في الجسم زي الركب زي كمان الكوع، وكمان ينفع لمنطقة تحت الإبط للبنات المهتمين بالموضوع ده. الفيديو يا بنات زي ما انتم شايفين مكوناته سهلة وبسيطة، بس لازم تتحط بنسب وكميات معينة. الفيديو بتاعي تقدري تستخدميه من 3 لـ4 مرات في الأسبوع، آمن ومجرب زي ما عودتك دايما في كل فيديو. ندخل مع بعض يا بنات على طول على طريقة العمل. أول مكون عندي يا بنات هو الفازلين. الفازلين بينعم البشرة بيرطبها وكمان بيديها تفتيح. أنا استخدمت الفازلين ده. طبعا اي نوع فازلين عندك تقدري تستخدميه، مش شرط نوع معين. عندنا بعد كده يا بنات تاني مكون عندي هو الكركم. الكركم ده مش كركم مخصوص علشان الوصفات الطبيعية، لأ، ده نفس الكركم اللي انت بتستخدميه لوصفات الطبخ عندك، يعني هتاخديه من مطبخك، مفيش كركم مخصوص للوصفات الطبيعية، ده الكركم بتاع الاكل عادي جدا، والكمية اللي بتاخديها منه بتبقى كمية بسيطة قوي قوي، بتبقى حوالي ربع معلقة، يعني معلقة فازلين كبيرة مع ربع معلقة فقط، ممكن كمان اقل من ربع معلقة من الكركم، لان الكركم يا بنات في بنات منكم كتيرة قوي مش بيحبوا يستخدموه، بيقولوا ان هو بيصفر البشرة، لكن ده مش حقيقي، هو بيشيل خلايا جلد الميتة، بيقشر الطبقة اللي فيها السواد، وبيسيب لك الطبقة البيضة اللي تحتها طبعا النظيفة النقية. بس اهم حاجة تستخدميه بالكمية المناسبة بتاعته، تستخدمي بس ربع معلقة فقط. بصوا يا بنات انا هاخد رشة كده بسيطة بايدي، حاجة كده بسيطة قوي قوي، ربع معلقة، ممكن كمان اقل من ربع معلقة، علشان معلقة البازلين اللي انا اخدتها ما كانتش كبيرة قوي. طبعا الفازلين بيكون ماسك شوية، فانتي بتحاولي بقى ان انتي تدمجيه كويس جدا جدا مع الكركم، وهوريكي برضو شكله عامل ازاي. بصوا يا بنات بنهرس كويس قوي قوي الفازلين مع الكركم، وزي ما قلتلك الكميات لازم تعمليها بالظبط زي ما اتفقنا عليها. المكون ده يا بنات بتحطيه على الاماكن الداكنة فقط، وبيتساب لمدة 2 ساعة كاملين على البشرة، بعد كده بتشطفي بشرتك بالماء الفاتر عادي خالص. اهم حاجة ان انتي تغسلي البشرة بعد الساعتين من دهن الكريم ده، لازم تغسليها كويس جدا جدا، ويستحسن بصابونة معينة. انا عندي في الفيديوهات بتاعتي في القناة بتاعتي اكتر من صابونة انا عاملاها، كلهم حلوين جدا، كلهم بمكونات سهلة تقدري تستخدميها. ممكن اسيب لكم في صندوق الوصف اللينكات بتاعت الصابون الوجه وصابون الايد اللي انا عاملاه، ده هيفيدكم جدا جدا في استخدام الوصفة دي. الوصفة دي بجد يا بنات مجربة وفعلا فعلا حلوة قوي، بتشيل فعلا سواد السنين، وبتشيل البقع الداكنة اللي مر عليها زمن طويل. بصوا يا بنات بيبقى عبارة عن كريم، انا بعمل لكم كده عشان تشوفوا الملمس بتاعه، بيكون طري زي كده، ولونه بياخد اللون الاصفر بعد ما حطينا عليه الكركم. لو عايزة تشوفي، لو عايزة تجربيه، طبعا انت بتستخدميه بايديكي، بتحطيه على المنطقة الداكنة وتدهني بالطريقة دي كده، وتسيبيه 2 ساعة كاملين، بعد كده تشطفي ايديكي بالصابون اللي احنا اتفقنا عليه. انا بحب اشكر كل البنات اللي اشتركت معايا مؤخرا في القناة، شكرا ليكم. والبنات اللي لسه ما اشتركتش اقول لها اشتركي معايا وفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، لسه عندي حاجات حلوة قوي قوي اقدمها لك قبل العيد على رئيسنا الحلوين في العيد. الفيديو ده يا بنات نصيحتي ليكم ان يتساب 2 ساعة كاملين على المكان الدافئ، وينفع كمان على المكان الداكن، وينفع كمان يا بنات لمنطقة تحت الإبط. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك، ما تنسيش كمان تكتبي لي تعليقات اقتراحاتك للفيديو اللي جاي. شكرا لكم يا بنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.